يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر في كتب العقيدة أن من قواعد أهل السنة قاعدة الشمول وقاعدة الكمال، فما المراد بهما؟ الشمول لجميع الأحكام، لجميع ما يحتاجه الناس، أي شاملة لكل ما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة. قال جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولكن القرآن يحتاج إلى فهم، ما يكفي قراءته تجويده والترنم به تلاوته، ما يكفي هذا، لا بد من تدبره وفهمه والفقه في معانيه. ولن تحيط بما في القرآن، القرآن بحر زاخر، ولكن تأخذ على قدر ما تستطيع، مثل الطائر الذي يغرف بمنقاره من البحر. ما تأخذ علوم القرآن ما تستطيع الإحاطة بها، ولكن تأخذ على قدر فهمك مما أعطاك الله عز وجل. وش يقول؟ يقول ذكر، نعم، هذا معنى الشمول، أنها شاملة لكل ما يحتاجه البشر. فإن ظن أن هناك أشياء ليست في الشريعة ولا تشمل، هذا جاهل بالشريعة وقاصر فهمه عن الشريعة، فهذا أتي من قصوره هو لا من قصور الشريعة، فهي شاملة لأنها تنزيل من حكيم حميد يعلم حوائج خلقه وما يحتاجون مدة هذه الدنيا أو بقية هذه الدنيا، فهو شامل. والثاني إيش؟ قاعدة الكمال. والكمال أنها ليس فيها نقص، هذا رد على المبتدعة، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. فما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا والدين كامل، فمن أراد أن يضيف شيئا بعد الرسول فإنه مبتدع. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. قال: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل بدعة ضلالة. فمن أحدث بدعة فقد اتهم الإسلام بالنقص، ولذلك يريد أن يكمله ببدعته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يفهم من قول المؤلف، ومن قال إن القرآن أو السنة إنها قاصرة عن بعض الأشياء الحادثة، هذه أشياء جديدة ما لها حكم في القرآن، هذه مستجدة، والقرآن والسنة إنما هي في أشياء قد انتهت ومضت، فهذا متهم للقرآن بعدم الشمول، ومتهم لله عز وجل بقصور العلم وأنه ما يعلم هذه الأشياء ولم يضع لها أحكاماً، تعالى الله عن ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يفهم، يعني بعضهم يقول أن القرآن ما يصلح بها الزمان، الشريعة ما تصلح بها الزمان لأنها لزمان مضى، فهذا اتهام لله جل وعلا بقصور العلم، واتهام للقرآن بالنقص، وتكذيب لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. يقول فضيلة، لكن كونك أنت ما تدرك الأشياء هذا ما هو بذنب القرآن، هذا ذنبك أنت، هذا قصور فهمك. نعم.